السلام عليكم. السلام. شو اسمك؟ انا محمد عبد الله المسماري. محمد عبد الله المسماري. طبعا انت داير عالم شكله بالنسبه لي انا جديد. هذا عالم شنو؟ هذا عالم استقلال. استقلال من؟ نعم استقلال. استقلال شو؟ اي دوله؟ ليبيا. ليبيا. ليبيا مش كان عالمها عندها عالم اخر؟ كان عندها العالم الاخضر. قبل جينا معمر من؟ معمر القذافي. معمر القذافي. ما زال يحكم عنك معمر القذافي ولا انتهى؟ انتهى. ما اللي نهاه؟ ما اللي نهاه معمر القذافي؟ ثوار. ثوار. كيف نهو الثوار؟ كيف صار؟ احكي لنا كيف صار. انت وين تسكن بالضبط؟ انا اسكن في الفويات. وين بالضبط انت يعني؟ شن قدامكم قدام الحوش؟ كتيبة. كتيبة جنب فضيل. فضيل أبو عمار. يعني شفت الكتيبة وشفت كيف طيحوا الكتيبة و... طب يا شنو؟ احكي احكي احكي. طب فضيل أبو عمار. شفتم كيف طيحوا الكتيبة والله؟ شفتم. بقى كيف طيحوا؟ جادوا يضربوها بشاشة البنزينة. في اللي عنده سلاح طلع قبل ما يكون سلاح الكتيبة. وهذا كومو قد يقام ويضرب اللي في الكتيبة. في الكتيبة جنود. بعدين قلت قاعد حتى بعدين خسيت جوا وانا قلت له اشاعة قالوا طيحوها. لا طلعت اشاعة. بعدين بعدين قلت طيحوها طلعت جديد. طيحوها جديد. طيحوها جديد. طبعا في الحوش ما كان معاك انت في الحوش عندي. أختي وباتك. باتك قاعد ولا؟ لا. وين باتك؟ استشهد. استشهد. وين استشهد؟ احكي لنا قصة استشهاد باتك. استشهد عند بوابة البؤسة. عند بوابة. فيش كان يضيف في بوابة. ايش استشهد غادي؟ ايش صار في اليوم اللي استشهد فيه باتك؟ كانين جاي رتل. بجيب بغادي. رتل من داز رتل؟ داز ماما القذافي. بيش ايش يدير في البغلات في غطرة؟ يمسحها. يمسحها. فطلع باتك وناس اخرى. طلع باتك. بعدين هو كان ثلاثة ايام يتعلم في جي معسكر. لا. يتدرب. يتدرب معسكر. متهيأ. لا. بعدك عاد ثلاثة ايام يتدرب بعد عدد. في اليوم الثاني هو استشهد فيه. اليوم الثاني استشهد فيه. استشهدوا يعني دفاعا عن شنو؟ عن بنغازي. عن بنغازي. عن بنغازي. انت يعني فرحان ان باتك استشهد دفاعا عن بنغازي؟ فرحان. ما شاء الله. يعني انت امنيتك في المستقبل ايش تدير لو انك كتائب القذافي جاء مره اخرى؟ تطلع انت والدافع حتى على بنغازي؟ نطلع. دفاعا عن بنغازي. وانت يعني اكيد بكيت عن باتك وكذا بس يعني يعتبر فاخر بالنسبه لك ولا؟ كانك يعني القذافي توجه لك كلمه ولا كذا ولا كتائبه تقول لهم شي حاجه؟ معمر القذافي سوف يسقط. سوف يسقط نظامك ان شاء الله. وهذا بجيبتك. وهذا من بنغازي مش حيدخلها ومن الغرب حيدخلها. مش حيدخل بنغازي وحيدمروا الثوار ويدمر الحلم. ان شاء الله. عندك كلمة تقولها لما تكملوا؟ توجهها كي الشباب ولا الأطفال اللي كيف؟ أنا هم لما يكبروا يدفعوا عن وطنهم يجاهدوا دفاع عن بلادهم. اوكي. اوكي شكرا. اوكي السلام عليكم.